المباراة التي تعرف عودة الجماهير إلى ملعب الشهيد أحمد زاب. جنينة ياسين على الجهة اليسرى، عاد الجابوط كقلب هجوم، كرة طويلة من هناك، بيكاكشي بالرأس يرجحها، تبقى الكرة دائما تسديدة ولكن تروح ضعيفة. فرحتنا ذاك في التاريخ، انتصر فريق اتحاد العاصمة هنا بوهران في 3 مرات، وانهزم في 21 مباراة، وتعادل في 15 لقاء، آخرها كان الموسم الماضي بنتيجة هدف لمثله. عبد الرحمن مزيان والانطلاقة من هناك على الجهة اليسرى، يجيه لوسيف، لوسيف مع خضير، محاولة المراوغة من هناك في القائمة الثانية، تروح إلى صفوف فريق اتحاد العاصمة بعد تجربة في البطولة الإماراتية والتونسية. يعود إلى اتحاد العاصمة عبد الرحمن مزيان الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم. السريعة التي يقودها عبد الرحمن مزيان في كل مرة، الكرة دائما للمولودية عن طريق من ياسين جنينة في تنفيذ هذه الركنية للمولودية. ياسين جنينة تنفيذ هذه الركنية دائما في القائمة الثانية، فرصة صعبة خطيرة ولكن الدفاع يخرجها، ما زال الخطر قائم لصالح مولودية وهران. هنا فرصة صعبة 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 صعبة، الهدف الأول لمولودية وهران، 1-0 لمولودية وهران، طريق عادل جعبوط، بأقدام عادل جعبوط يسجلون وفي النتيجة يتقدمون. هنا شوف، هنا دائما الارتباك في وسط دفاع فريق اتحاد العاصمة، التسديد هنا ثم يردها الدفاع مرة أخرى، ارتباك في دفاع فريق اتحاد العاصمة، هنا عادل جعبوط بيمناه يسددها، كرة تسكن وبين ياسين جنينة ليصبح هداف الفريق ب7 أهداف. بالرأس هنا خطأ في دفاع فريق اتحاد العاصمة، يأتي في وقته، يأتي في مباراة يحتاجها كثيرا فريق مولودية وهران، ولكن حتى اتحاد العاصمة ستكون له ردة فعل من دون شك خلال هذه المواجهة، لأنه يريد أن يخرج من الدوخة الفنية المصاب بها في الجولات الأخيرة الماضية. انطلق لوسيف، انطلق لوسيف البحث عن العرضية، فرصة صعبة خطيرة، لم يتمكن من هذه الكرة الأخيرة. لوسيف يصعد كثيرا على الجهة اليسرى، هنا واحدة من عرضياته بيسراه من هناك نحو بن حمودة، كيف يجلب الانتصارات؟ الكرة طويلة من هناك لصالح فريق مولودية وهران، من هناك الخطأ، الخطأ اتحاد العاصمة، ماذا يحدث لمحور فريق اتحاد العاصمة؟ هنا بيكاكشي ترك الكرة ولكن بالكلاك لفريق مولودية وهران. شاوتي، الركنية نفذت في القائمة الثانية، ولكن بنبوط متواجد وموجودية في وسط الميدان، بن حمودة يقطع الكرة، الاتحاد يبدأ من جديد مع بنزازة لأوبوكو، الكرة تبقى دور بين عناصر الاتحاد دائما من هناك الانطلاقة، بن حمودة الكرة التوزيعة لصالح اتحاد العاصمة عن طريق مزيان، فرصة صعبة دائما، فرصة صعبة، فرصة صعبة، فرصة صعبة 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 صعبة، ولكن طفي كمال. شوف هنا كانت من آية الحاج لمزيان، ولكن سهلة بين أحضان الحارس. في الأداء الهجومي تفتقد إلى المردود الهجومي الثابت والمتواصل في المباريات الأخرى. الكرة للاتحاد عن طريق آية الحاج، انطلق من هناك يلعبها مع دائما مع عبد الرحمن مزيان، كل الكرات تمر على عبد الرحمن مزيان من الجهة اليسرى لهجوم فريق اتحاد العاصمة. لوصيف عنده الكرة التسديدة ولكن بعيدة، متواجد على كرسي الاحتياط في مباراة الليلة. كرة طويلة من مكاوي تروح سهلة للحارس أسامة بنبوط، أسامة بنبوط حارس فريق اتحاد العاصمة، 27 سنة، المستقدم من شبيبة القبائل، خريج مدرسة جمعية أمل عين مليلة، وحارس المنتخب الوطني المحلي. بن حمودة، كرة عاصمية دائما لصالح الاتحاد الذي يحاول المرور، يبحثون عن منفذ، يبحثون عن ثغرة، يبحثون عن هفوة في فريق دفاع أو في دفاع فريق مولودية وهران للعودة في النتيجة، للعودة في أجواء المباراة. لوصيف عنده الكرة دائما، البحث عن رفيق متحرر، يجي عبد الرحمن مزيان في وضعية مناسبة للتسديدة، كم كانت صعبة وكم كانت مخادعة تسديدة عبد الرحمن. عناصر فريق اتحاد العاصمة دائما، عبد الرحمن مزيان الانطلاقة، دائما عبد الرحمن مزيان يبحث عن التمريرة، التمريرة ولكن تروح بعيد عن إطار مرمى الحارس صوفي كمال. هناك بعض المحاط اتحاد العاصمة، عبد الرحمن مزيان في هذه المباراة لحد الآن التي كما قلت 5 أهداف، هنا عبد الرحمن مزيان طويلة
دفاع المولودية يخرجها ويبعدها، لوسيف يسترجعها، كرة للاتحاد، دائما اتحاد العاصمة، عبد الرحمن مزيان التسديدة الأرضية ولكن تروح سهلة، تروح سهلة بين أحضان الحارس صوفي كمال في وسط الميدان بين عناصر الاتحاد. طاهر بن خليفة يبحث عن لوسيف، توصل له من هناك الكرة على الجهة اليسرى، لوسيف من هناك يفضل يلعبها بينية لصالح فريق اتحاد العاصمة، الانطلاقة عن طريق عبد الرحمن مزيان، لوسيف دائما للاتحاد، الكرة الآن الاتحاد ضاغط، الاتحاد ناوي يرجع، الاتحاد ناوي يرجع في هذه اللحظات، الاتحاد ناوي يرجع، التسديدة المولودية من أجل إضافة الثاني من هناك لصالح المولودية، كرة فرصة صعبة ولكن تروح إلى 5 دقيقة واحدة بقات مشاهدينا الأفاضل عن نهاية هذه المرحلة الأولى. مولودية طهران هدف، اتحاد العاصمة لا شيء لحد الآن. لوسيف انطلق، الكرة دائما عاصمية، لوسيف ليلعب كظهير أيمن، اليوم يلعب كظهير أيسر في هذه المباراة مع عودة رضوان إلى الظهير الأيمن، من هناك التسديدة ولكن تروح بعيدة. صوفي كرة طويلة، فعلا الحكم إبرير يعلن عن نهاية، وقعه عادل جعبود في الدقيقة 20. مشاهدينا الكرام لقائي بكم، تغيير آخر أيضا على ما أعتقد 3 تغييرات، عثمان مكان آية الحاج، تغييرات دفعة واحدة من جانب فريق الاتحاد. مشاهدينا الكرام المرحلة الثانية تبدأ على وقع التفوق، الكرة لصالح الاتحاد في الجهة، من هناك انطلق صيام ممتازة لفريق مولودية طهران ولكن عودة موفقة لبلام يخرجها. بيكاكشي كرة عاصمية، بن حمودة من هناك طويلة لصالح فريق اتحاد العاصمة، خطيرة هذه، صعبة هذه، صعبة 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 صعبة، والهدف هدف التعادل لفريق اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة كرة ممتازة من هذا الصغير، هذا الصغير عثماني، شوف كيف روضها، كيف راوغ زكريا خالي بيسرى، حطها في شباك الحارس الصوفي، المدرب السربي زيلاتكو بن حمود، التمريرة ممتازة من هناك في العمق، كيف روضها بيمناه، راوغ بيمناه وبيسرى، حطها في شباك الحارس الصوفي كمال، بهدف التعادل لفريق الاتحاد مع بداية هذا الشوط الثاني. وتغيير آخر أيضا أجراه فريق اتحاد العاصمة في هذه اللحظات بإقحام أو بإخراج بالعيد، الكرة للمولودية من هناك في القائمة الثانية، التوزيع بالرأس، بيكاكشي يتدخل ويخرجها، قطع الكرة من جديد تعود لفريق مولودية وهران عن طريق عادل جعبوط من هناك في وسط الميدان، الانطلاقة لمولودية وهران، خدير ممتازة مع عادل جعبوط، الانطلاق على الجهة اليمنى، التوزيع من هناك في القائمة الثانية لفريق مولودية وهران، دائما هذه صعبة، هذه صعبة صعبة صعبة، المراوغة لصالح المولودية، الاتحاد عناصر الاتحاد تعود في آخر لحظة، اشتعلت المباراة في هذه اللحظات، اشتعلت المباراة في هذه اللحظات، كرينا ياسين والتسديدة ولكن تروح الكرة إلى من هناك، بن حمودة في تنفيذ هذه المخالفة في القائمة الثانية، تدخل الحارس، تدخل يقطع الكرة في وسط الميدان، تمشي الكرة بين عناصر فريق اتحاد العاصمة، الانطلاقة من مزيان دائما لفريق الاتحاد، دائما طاهر بن خليفة على الجهة اليمنى مع لوسيف، لوسيف من هناك التوزيع في القائم الأول ولكن تدخل الحارس الصوفي ليعطى نفس جديد لوسط الميدان شادلي أيكن، عودة موفقة، عودة موفقة لدفاع عناصر اتحاد العاصمة، كرة طويلة نحو عثماني لفريق الاتحاد، مزيان انطلق، مزيان انطلق، التسديدة الأرضية خطيرة، هذه التسديدة من مزيان هنا كادت تخادع الحارس صوفي كمال. الاتحاد الاتحاد الضاغط على مرمى مولودية طهران ولكن السيطرة والاستحواذ لا يعني الفوز. بلام التوزيع في القائمة الثانية، التوزيع في
من 8 تروح إلى 55. بلا مناء حطها له فوق رأسه هنا عثماني بالرأس، ولكن الكرتين الأخيرتين 4 نقاط من شرق البلاد. وهذه كرة خطيرة لفريق مولود على الجهة اليمنى لهجوم فريق مولودية طهران، وظهار مكان جنينة اتحاد العاصمة بتغيير آخر بإقحام بالقاسم مكان مزيان لقرتيل في تنفيذ هذه الركنية. نفذت الركنية في القائم الأول لفريق مولودية طهران. حطا شاذلي أيمن الهدف الثاني لفريق مولودية طهران. تيل، وأي هدف من الشاذلي الذي يضيف الهدف. فريق يضغط وفريق يسجل، فريق يلعب وفريق ماركي. شوف هنا الشاذلي أيمن حطا بيمناه في الزاوية. مولودية تأخذ الأسبقية مجددا. قرتيل في أول لمسة ولمسة، والإنهاء كان من إنهاء من الشاذلي، وهذه فرحة صار فريق مولودية طهران. هذا هو جمهورهم، هذا هو جمهورنا من أجل الألقاب. وهذه كرة لفريق اتحاد العاصمة. ماذا ضيعت يا بلقاسمي؟ أي كرة أهدرت وأي كرة أضعت يا بلقاسمي؟ رد قوي من جانب الاتحاد. شوف هنا الهفوة والخطأ والغفوة من فريق مولودية طهران. بلقاسمي سيعود في اللحظات الأخيرة. مباريات فريق من جانب فريق مولودية طهران هو التغيير الأخير في صفوف الخلف. بيكاكشي كرة طويلة لبلقاسمي، دائما الكرة لصالح الاتحاد. بلقاسمي محاولة التسديدة، ولكن لحسن حظ صوفي راحت سهلة ضعيفة دي، ولكن قوة دفاع فريق اتحاد العاصمة عن طريق بلعيد. من هناك في ممتازة لصالح الفريق الاتحاد. بن حمودة كرة خطيرة صعبة للاتحاد، ولكن هذه النتيجة المسجلة هنا بوهران. بن حمودة في القائمة الثاني، ولكن صوفي وصعود بن بوط من هناك. كاد يفتك من أمام صوفي. تبقى الكرة لصالح اتحاد العاصمة بلا ما التسديدة. تضرب من عناصر فريق المولودية من علاطي، ولكن الخطأ كان كبير. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم المباراة تبرير عن نهاية هذه المواجهة بتفوق. استحق كل التقدير في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، متابعينا، تقبلوا تحيات محدثكم سيف الدين بن زردة في هذه السهرة الكروية. الشكر موصول على مشاهدينا الأفاضل.